نستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه انطلاقة شوطنا التاسع ضمن هذه الانطلاقات، وهذا الشوط هو مخصص لفئة الكار لهذا السن، سن الحقائق من مسافة 3 كيلومتر، في مرحلتنا الأولى بإذن الله تعالى في هذا المحلي الخامس. نبدأ ونتعرف مع المركز الأول ومع المقدمة، من تحتل الصدارة والقيادة هنا العقدة، تعود ملكية العقدة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، قيادتها وتضميرها مع محمد بن برقام بن مقارح المري. ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني، التواجد من الوجبة لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني الثاني، راشد بن عبد القادر البلوشي يضمرها ويعتني في متابعتها. نتابع المركز الثالث، القدوم من الوارية، تعود ملكيتها لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، تضميرها وقيادة متابعتها مع سالم بن عامر المدهوشي. ننتقل للمركز الرابع، وصلت هنا وديان على المركز الرابع لهجن الشحانية، تضمير وديان مع حمد بن علي بن حلفان المري. أما المركز الخامس فمن تحتل المركز الخامس السيج، تعود ملكية السيج لسعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني، فهد بن سعي فهد بن سالم بن مسعود يقود في التضمير، يقودها في التضمير. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة في ندائنا الأول لهذه المراكز المتقدمة. نعود وإياكم إلى القيادة وإلى الريادة المقدمة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل مع العقدة. هذه العقدة من تحتل المركز الأول، العقدة من تسيطر على مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، وقيادة تضميرها مع محمد بن برقان بن مقارح المري. هذه العقدة من احتلت الصدارة وانتقلت بدورها إلى المركز الأول. نتابع المركز الثاني، التواجد من المركز الثاني من وديان لهجن الشحانية مع حمد بن علي بن حلفان المري. وعلى المركز الثالث القدوم والوصول من الوارية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، تضميرها مع سالم بن عامر المدهوشي. نتابع المركز الرابع، وصلت هنا الوجبة لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني، راشد بن عبد القادر البلوشي يضمرها. وعلى المركز الخامس وصلت أمجاد لهجن الشحانية في أول نداء لها، من تتدخل إلى المركز الخامس أمجاد لهجن الشحانية، تضمير أمجاد مع حمد بن علي بن حلفان المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى المقدمة وإلى صدارة هذا الشوط، القيادة مع العقدة. هذه العقدة من اتفقت وعقدت على المركز الأول، ولكن الدخول مع وديان. هذه وديان غيرت مجريات هذا الشوط. وديان لهجن الشحانية بتضمير حمد بن علي بن حلفان المري. يا سلام، الله، انطلقت وديان مرة أخرى مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هذه وديان من تسيطر على المقدمة، من تسيطر على المركز الأول بكل جدارة وبكل قوة. هذه وديان، يا سلام، الله، يا وديان، رقم المحاولة هنا من العقدة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، ولكن الله، وديان مع الناموس، وديان مع الصدارة، وديان هي الأقرب لانتزاع هذا الشوط. يا سلام، هذه وديان تصل مشاهدينا ومتابعينا الكرام بأمان وسلام إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز وديان وتحقيقها بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت العقدة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، أما المركز الثالث فوصلت على المركز الثالث الوارية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. وعلى المركز الرابع أمجاد لهجن الشحانية، والمركز الخامس
وصلت سبأ لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى الفائزة معنا في هذا الشوط. نهني جميع الفائزين في هذا المساء. نتابع وإياكم وديان وديان من وصلت واحتلت المركز الأول، وكانت القيادة كما تشاهدون مع العقدة من قادة الشوط حتى الكيلومتر الأخير، واستلمت وديان هذه الصدارة وتسجل أو سجل هذا الشوط باسم وديان من فازت معنا في هذا المساء. نهني هجن الشحانية على هذا الناموس. هذه لحظة وصول وديان إلى خط النهاية، قاطعة المسافة في زمن وغدره 4:41، 57 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس، كما نهني مضمر وديان حمد بن علي بن حلفان المري. أما المركز الثاني فوصلت فيه العقدة 4:42، 53 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك العقدة سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. التهنئة موصولة لمحمد بن برقان بن مقارح المري. أما المركز الثالث فوصلت فيه الواري، قطعت المسافة في 4:45، 15 جزءا من الثانية. نهني سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. التهنئة موصولة لسالم بن عامر المدهوش.